قابلة على المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بإقليم أسفين. اليوم شرفنا السيد العامل بالوفد ديالو لهذا باش يعطي انطلاقة المشروع المتعلق بتقوية الطريق الوطنية رقم 7 ألف بين اللي ستربط بين مركز بوكدرة والطريق السيار على طول واحد 13 كيلومتر بغلاف مالي قدره 34 مليون درهم. هذه الاتفاقية سيتم إنجازها في إطار اتفاقية الشراكة لتأهيل المحاور الطرقية المهيكلة بإقليم أسفي اللي فيها تقريبا واحد مجموعة من العمليات بواحد على طول 152 كيلومتر بغلاف مالي قدره 347 مليون درهم. وسيتم تمويل في هذه المشاريع بين كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك واحد النسبة ديال 67%، المجلس الجهوي لمراكش أسفي واحد النسبة ديال 20%، والمجلس الإقليمي بنسبة 13% بين ثلاث بوكدرة ولوتوروت في إطار يعني نكملوا يعني لا فيزيون جلوبال ديال الوزارة ديالنا هي هوموجينيزاسيون ديال هذا اللاكس أسفي تر مراكش. عطينا المشروع الشطر الاول هو هذا ثلاث بوكدرة لوتوروت، من بعد كاينه التثنيه ديال لوتوروت المدينه ديال اسفي اللي فتح الاظرفه غادي يكون 1 شهر 11 2022 بواحد الغلاف مالي ديال 72 مليون درهم. الشطر الثالث هو بين بوكدرة وسيدي التيجي اللي تم تفويت الصفقه وغادي نعطيو زعما الانطلاقه ديالها عما قارب في انتظار انجاز الاشطر الاخرى ان شاء الله باذن الله. سبسك جولا اسفي داخله في اطار اتفاقيه الشراكه اللي شرت سابقا اللي هي الدراسه ديالها جد متقدمه وغادي نلونسيو على العمليه ان شاء الله على حسب لي بريفيزيون اللي عندنا في يعني في بداية السنة الجارية المقبلة إن شاء الله بإذن الله. شكرا. باش يوصلكم جديد ديال أسفي الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.